مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم من جديد في برنامج صوتكم، هذا البرنامج الذي يعبر عن آرائكم. الهواتف ستكون طبعا كالمعتاد مهيئة لاستقبال اتصالاتكم واستقبال أيضا الرسائل التي تريدنا عبر الأرقام التي ستظهر تباعا أسفل الشاشة. طيب، اليوم أريد أحكي موضوع وفاة المعتقلين داخل السجون الحكومية. كثير نسمع بأنه فلان معتقل توفي نتيجة مرض السل أو التدرن أو ذبحة صدرية أو جلطة إلى آخره من هذه الأعراض التي تظهر على المعتقل. لو نبدي سالفتنا من البداية بأنه أغلب المعتقلين الموجودين الآن داخل السجون الحكومية جتي عن طريق مخبر سري وشاي من المخبر السري. على سبيل المثال، يعني سين اللي هو المخبر السري كتب عن صاد وقال بأنه هذا ينتمي إلى كذا وهذا عنده أفعال. طبعا أكثر الوشايات مع المخبر السري تأتي يعني عدم دقة بالنقل، ولكن يعني حتى البعض من عندهم يرشي المخبر السري حتى يكتب على صاد من الناس، وهذا الشخص يروح إلى غيابة السجون ويلاقي مصير يعني مأساوي جدا. المخبر السري عندما المخبر السري يكتب على ناس، طبعا المخبر السري ما يتواجه ويا المعتقل، ولكن تؤخذ إفادته فقط عن طريق القاضي، وبعدين يتم محاكمته حتى بدون المواجهة ما بين المعتقل وما بين المخبر السري. ليش؟ يقول لك لأنه هذا المخبر السري إذا نكشف عن هويته يتعرض إلى ربما التهديد أو القتل، وهذا طبعا منافي للقواعد القانونية في العراق وفي بقية العالم، طبعا ليس فقط بالعراق. يعني من يدعي عليك يجب أن تواجه به، ولكن في العراق المخبر السري ما يعطون هو منه ولا يواجهوه مع المتهم. يجي الدورية مال الشرطة أو دورية مال مكافحة الإرهاب تلقي القبض عليه. بعد ما تلقي القبض عليه طبعا بدون أكثرهم بدون مذكرات أوامر قضائية، من يلقى القبض عليه يتعرض إلى التعذيب. هاي أول مرحلة من مراحل الاعتقال. يجي مركز الشرطة يعرضوه إلى مسألة التعذيب ولازم يعترف. تنتقل قضيته، طبعا يعترف تحت التعذيب الممنهج القاسي جدا. تنتقل قضيته إلى قاضي التحقيق. طبعا قاضي التحقيق أو ضابط التحقيق أيضا يمارس عليه أنواع كبيرة جدا وعديدة جدا من التعذيب. طيب، لكن مو هذا موضوعنا. إحنا موضوعنا بأنه عندما ينتقل إلى داخل السجون بعد ما يتحاكم، أكو قصة أحد الأفراد حكى لي إياها بأنه بالتحقيق اعترف على أشياء هو ما مسويها، وبعد فترة أمام القاضي قال له أنا تعرضت إلى تعذيب، ومن وراء التعذيب قلت خلي اعترف على نفسي. وطبعا هاي قصص عديدة جدا وموجودة في العراق على قدم وساق. عندما راح للمحكمة قال له للقاضي أنا اعترفت لكن تحت وطأة التعذيب. عندما رجعوه للمعتقل مالته ايضا مارسوا عليه عمليات تعذيب باعتبار انت ليش قلت علينا بانه احنا عذبناك. طيب هو شو يسوي؟ يعني هو هذا اللي تعرض له وهذه هي الحقيقه. الضابط اللي حقق وياه بعد فتره اكتشفوا بانه هذا الضابط عنده عمليات تزوير، يعني زور باوراق ويعذب المعتقلين. عندما جت الحكومه قبضت عليه انحكم، يقال بأنه انحكم مؤبد لأنه طلع ناس وطبب ناس وتزوير وأوراق وما أعرف شنو. فعندما عرض المعتقل هذا اللي تم محاكمته ورجع قالهم بأنه هذا الضابط هو أصلا انحكم مؤبد باعتبار بأنه قام بتزوير أوراق رسمية وكذا من غير العمليات التعذيب اللي كان يمارسها على السجناء، لكن المحكمة ما أخذت بهذا الرأي. لكن السؤال اللي مطروح هسه الآن في هذه الحلقة، وفاة المعتقل منو يتحمل مسؤوليته؟ طيب المعتقل عندما يموت غير لازم يروح للطب العدلي، يتم عملية التشريح وبعدين يدققون بمسألة سبب الوفاة. لكن
هذه الحالة ما تصير عندنا بالعراق. يعني يعني المعتقل يموت وما حد ما يدري المعتقل شنو أسباب الوفاة مالته. على سبيل المثال من أهالي كربلاء كان معتقل في سجن التاجي في بغداد. عائلة المتوفى المعتقل اللي مات ما دروا بمتوفى إلا بعد مرور 70 يوم. يعني الحكومة يعني تمت الوفاة داخل السجون، داخل السجن مالته في مركز داخل السجن التاجي، وراحت الحكومة دفنته وأهله أصلا ما يدرون به إلا بعد مرور 70 يوم. طبعا هذا المعتقل من أهالي كربلاء. يعني حتى ليش يقولون مثلا أنت دا تحكي على جهة معينة؟ لا، أنا دا أحكي بشكل عام لكل المعتقلين. ورا ما مات ب70 يوم يلا أهله ودروا به بأنه هو مات وما يدرون حتى من دفنه. الحكومة هي اللي جت دفنتها هم بيناتهم. وقال لك شنو هو؟ قال لك الظروف، ظروف الموت مالته غامضة، ما يعرفون شنو. يعني هل هو مصاب بشيء؟ هل هو مصاب بكورونا؟ مصاب بغير مرض؟ صارت عنده جلطة، توقف بالقلب، إلى غير ذلك، عضلة القلب؟ ما يدر. ويانا اتصال، من ويانا؟ صباح من بغداد. أخ صباح السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ محمد، شلون الصحة أخ صباح؟ شلون الأحوال؟ أهلا وسهلا. تفضل يا تفضل أخ صباح حبيبي. طبعا هاي المشكلة اللي هي سببها القضاء العراقي أولا والحكومة العراقية المفروض بيهم، يعني خلال هاي 18 سنة. نعم. من فساد وسرقة وكل شيء سووا بالبلد والطائفية والمحاصصة، المفروض بيهم يعطون عفو عام. نعم. والشعب العراقي طالب بالعفو العام. يعني ما نريد احنا عن المجرمين والقتلة والمجاميع الارهابية سواء من الميليشيات الحشد او من مجاميع الارهاب داعش. نعم. نريد الناس الابرياء اللي مزونين ظلم، وكل العالم يعرف ان 80% من المعتقلين هم ابرياء. نعم. مثل ما تفضلت بتقريرك، يعني مخبر سري او عداوات عشائرية. نعم. او شغلات، يعني هاي بعد داعش، ارهاب داعش، شفناها الشخص يروح يشتكي على عائلة كاملة الشباب اللي بيهم، فصارت نزاعات عشان ملئت السجون. من الدولة تقول احنا عندنا تقشف وما عندنا واردات وبس عايشين عنا فوط، ومن هنا هذا الفساد الموجود في وزارة العدل اللي جاي يصرفون ملايين الدولارات على التغذية والعلاج السيء وكل شيء، وكله بفساد طبعا ملئ. يعني صباح، اذا انا مثلا مخبر سري او انا مثلا خلينا نقول موظف بالداخلية، عندما اكتب شيء على عائلة قبل يجون يلقون القبض عليها بدون ما يعني يستفسرون او يحققون؟ بالطبع استاذ. احنا هذا فتره الامريكان المحتل كان معاهم مخبر سري ويعتقلون بالعشوائيات، شفناها احنا قبل، تعلموها وزاره الدفاع والداخليه فتره لواء المثنى ولواء العقرب، وهاي الاعتقالات العشوائيه هي اللي بالالاف وعلى فئه معينه كانت. لحد الان القضاء العراقي مع الاسف والقضاة اللي حالفين يمين انهم ما يخونون هذا القضاء والقانون، يمشون بهذا الموضوع. المخبر السري يروح يشتكي على 10 20 30 عداءات او يدفعوا له اموال او غيره، وملئت السجون العراقيه بالابرياء. اغلبيتهم ابرياء، يعني حتى مشتكي لازم اسم الدعوه لازم بيها مشتكي، ماكو مشتكي. على طاوله قانون 4 ارهاب واللي يسموها حاليا 4 سنه. يعني هذا يعني شلون تعتقلونه؟ تعتقلونه ظلون 6 سنوات، اني اولاد عمي واخوتي ظلهم سنه 6 سنين وشهر، هيك الحالة مع اللواء المثنى بالطائفية سابقا، وبدون دعوة مشتكي وطلع براءة. يعني بس يعني 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 معتقلين 6 سنوات بدون أي دعوة، ما حد ما رفع عليهم دعوة. العظيم أنا كنت أمشي على الدعوة مالتهم 6 سنوات وشهر، وأطلق انصراحهم بعد هذه الفترة لاعتقالات مع اللواء المثنى من كان ناصر الغنام أبو غريب، ودمر المنطقة بالكامل. فست سنوات وأكو حاليا هسه 9 سنوات و10 على ذمة التحقيق. وين أكو هيك دعوة؟ وين اكو هيج دوله؟ وين اكو هيج قانون؟ وين القضاة اللي لازم يزورون السجون اللي مليانه بكل المحافظات؟ صباح ولد عمك ما تم عرضهم على قاضي تحقيق او على ابدا. انا طبيت على المدعي العام اسمه الاستاذ نعمان في منطقه الحريه في بغداد، وقلت له استاذ اعدموهم. اعدموهم او احكموهم مؤبد في سبيل نخلص. فالرجال يعني حقيقه المرضى خابر على ضابط التحقيق، يعني اهانه. قال له شوف العالم شو تقول، تقول لي اعدم ابننا ولدنا احكموه مؤبد في سبيل نخلص، ماكو مشتكي. يعني هيك هاي المخبر السري وطاولة 4 قانون 4 ارهاب، وها هي فطلع مطلق صراح. وحاليا هم ببغداد، يعني ما عندهم مشكلة امنية. فعايش قد عوائل مثل هذا الحالة، يعني كل الناس على نفس الموضوع. يعني زين انت، يعني اكثر السجون اللي صارت بها حالة وفاة بهاي السنة هم اللي عددهم 60. نعم. بسجن الحوت بالناصرية وبغداد.
وسجن التاجي اللي موجود ببغداد، يعني أكثر من 60 حالة وفاة، يعني غير الطب العدلي يعرف شنو الأسباب الوفاة، 30 من عندهم جراء التعذيب، جراء التعذيب 30 منهم وأعمارهم يعني أعمارهم شباب لا عندهم أمراض ولا كل شيء، كله تعنيف وتعذيب وضرب يعني ضرب قوي في سبيل موتون الشخص. أنا أشكرك يعني أشكرك أخ صباح من بغداد، شكرا لاتصالك وانضمامك إلينا. ويانا الأخ أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو عراق أحد من عندكم تعرض للاعتقال، شون كانت تصرف ويا الـ يعني السجون المعتقلات شون كانوا يصرفون ويا أبو عراق؟ إذا سمحت لي أخوي العزيز، أولا العراق ما بي دولة ذات سيادة، نعم نحكيها بصراحة، نعم ولا اكو قضاة نزاهة عندهم حتى السجين مثل ما يقول يتلقى اجراءات قانونية. عم احنا هنا هسه دولة اشباح، دولة اشباح هسه بالمادة، انطيني 4 دفاتر انطيني 6 دفاتر اطلع عليك ابنك، ما تنطيني ابنك يبقى بالتعليم. نرجع للقضاة هذا العجيب، بالنسبة للقضاة ما يقدرون كل شيء يصرفون. عمي القضاة هسه اكو 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 ميليشيات مسيطر عليهم ما حد يقدر يحكي، ولا لو اكو لجان تحقيق مضبوطة. عمي مو هسه السجون مليانة، نعم سجون متروسة، عمي ناس ابرياء. عمي تعال يا القاضي، ابني علي أدلة اعدمه، نعم اعدمه، بس مو انت مخلي قضيته 9 سنين نعم وعشر سنين. ها والله شنو التحقيق عم، يا تحقيق هذا يا عدالة. اي تحقيق يعني لازم العراق، يعني اذا نحكي بنظرية المفروض يعني التحقيق يستمر كم يوم ممكن اسبوع، وبعدها يحال الى محكمه، وبعدين من حق المعتقل ان يوكل محامي، والمحامي لازم يشوف المعتقل قبل المحاكمه، لكن هاي كلها ما تصير في العراق مع الاسف. انا اشكرك ابو عراق من الفلوجه. ويانا عبد الرزاق من بابل. اخ عبد الرزاق السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله استاذ محمد. عليكم السلام اغاتي، تفضل يابا. أستاذ محمد، بالنسبة للأساليب ممارسات السلوكيات اللي تدفعها حكومة الميليشيات بالعراق، نعم هي صراحة أساليب وحشية، نعم وأساليب غير إنسانية وحضارية بالتعامل مع السجناء والمعتقلين، نعم من خلال عدم توفير الخدمات الإنسانية والصحية من دواء مأكل وملبس. هذه صراحة يعني بعيدة عن منهجهم، نعم. منهجهم الإجرامي. يعني الخدمات لازم تتوفر للإنسان سواء كان سجين أو حر طليق، نعم. فالحياة الكريمة للإنسان وين ما كان، لكن هذه العصابة اللي حكمت العراق من بعد 2003 ما تعترف لا بالقوانين الدولية ولا تعترف بحقوق الإنسان ولا تعترف بالنصوص الشرعية والتعاليم السماوية، لأنها صراحة هي يعني تعيش على سفك الدماء، وتعيش يعني على مثل القادرات تعيش في الأماكن الوسخة، فما عدا هذا الأسلوب الحضاري والأسلوب الإنساني. فأنت يعني حتما أستاذ محمد قبل أيام، نعم وصل لأسماعك بأنه يعني رئيس القضاء مسوي، نعم شهادة. إذا الملح فسد من يصح الملح يعني رئيس قضاء ويعني أعلى سلطة بالبلد، إيه بعد شفت من الله شنطك بعد؟ إيه مثل واحد يعني، نعم حتى ذاك اليوم والله يعني شر البلية ما يضحك، مثل واحد اسمه صباح الكناني، كلنا شفناه. صباح الكناني هو يعني المنصب مالته كذا لمكافحة الفساد، ومتهم بالفساد، يعني هو كان على رأس السلطة يكافح الفساد، أو يعني حسب ما أذكر طلع هو متهم بالفساد. يعني طيب إذا يعني إذا واحد مكافحة الفساد يتهم بالفساد، يعني بمن بعد تتأمل؟ خبير خبير بالضبط، إيه خبير في مكافحة الفساد،
نعم نعم زين. هاي عبد الرزاق بس اريد اسالك، هاي العملية الاهمال الطبي اللي دا يصير بالداخل المعتقلات يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء الكاظمي؟ لو بس يتحمل مسؤوليتها مثلا مدير مركز او مدير معتقل، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ كل من له سلطة مسؤولية. نعم. من وزارة العدل، من رئيس وزراء، كل من له سلطة مسؤولية بهذا الشأن بهذا العمل يتحمل مسؤولية أمام الله وأمام البشر، لأنه حياة الإنسان أستاذ محمد. نعم. الله عز وجل أوصى باحترام الإنسان، وأذكر مقولة للخليفة عمر بن الخطاب. نعم. رضي الله عنه. نعم. قل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فالإنسان المفروض يحصل على حياة كريمة، على حياة حرة محترمة، مو هاي الأساليب يكفك عن سواء يكون مسؤول أو يكون حر طليق. لكن هذول للأسف الشديد يعني نقبة صاروا عن العراق، نسأل الله أن يحفظ العراق والعراق. اللهم آمين. محمد. اللهم آمين. شكرا جزيلا أخي عبد الرزاق من بابل، ويانا أبو أسد من محافظة ديالى. أبو أسد الله يساعدك. الله يسلمك حبيبي. أهلا وسهلا، تفضل أبو أسد. حبيبي أنا عندي سؤال يا مباشر. أي تفضل. سؤال. أي تفضل. لا يتسلبون حق العام للسلام الكاظمي، يتسلبون من إيران أحسن إيران قاضي هاي شرف عبد الله. نعم. هذا سؤالي، هاي صار عاشش يتسلبون حق الحرم ما يتسلبون. عفو عام؟ يعني من الشعب من حتى وقدمه بقى كل ما نرى نسلح صراحة إيران ما يقبل. نعم. والسلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ابو اسد، شكرا جزيلا لاتصالك بينا. منو؟ زينب من الرضوانيه. اخت زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الصحه زينب عيون؟ الو. اي تفضلي تفضلي اسمعك. عندي زينب، عندكم معتقلين رايحه لسجون، معتقلين يعني زايره احد، عندكم أحد معتقل طلع من السجن أو بعده بالمعتقل؟ بس الصوت مدى يوصلني واضح يمكن. أي وياك، تفضلي تفضلي أسمعك. أنا أخوي شيخ جامع. نعم. يمكن لو تسدون التليفون وتخابروها لأخو زينب حتى نسمع من عندها بشكل أفضل. ويانا رسالة تقول: بعد التحية ومزيدا من الاحترام لقناتكم الوطنية الموقرة، وتحية خاصة للعاملين جميعا خلف الكاميرا، فنيين ومخرجين ومصورين. الحقيقة منذ الاحتلال الأمريكي وعلى مدى 18 سنة تم تسييس القضاء، لذلك فإن الحكومات المتعاقبة تضغط على القضاء لغرض تنفيذ أجنداتهم، بذلك فإن القاضي يأخذ بكلام المخبر السري بمجرد اتهام باطل دون دليل ملموس، فيحكم على المتهم البريء بالسجن أو بالإعدام دون وجه حق. أبو مصطفى الجبوري. شكرا جزيلا أبو مصطفى. أريد أنوه إلى مسألة جدا مهمة. ويان منو؟ انتظار من الفلوجة. انتظار السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا أهلا أختي انتظار. يا مرحبا تفضلي. يا يابا احنا عندنا معتقلين. اي شو وقت تم اعتقالهم؟ والله من 2016. دريتوا بهم وين؟ دريتوا بهم وين معتقلين؟ اي نعم اي نعم. اكو زيارات؟ والله ماكو زيارات. ليه؟ حتى زيارات من عندنا. شنو التهمة مالتهم؟ التهمة والله يعني اربع ارهاق. اربع ارهاق. زوجتي حكم 15 سنة. منو كتب عليهم المخبر السري لو شنو؟ شلون تم القبض عليهم؟ نعم مخبر السري. اي نعم مخبر السري. اي نعم. زين زين. وهسه احنا نطالب بالعفو العام. العفو العام ما احنا شلون نسمع بيه وما سامعينه، واحنا ولدنا ماتت من الجوع. نعم. فلوس ما تصلهم، اكل ما ينطونهم، اقسم بالله اكل ما ينطونهم اكل يعني فد مره. لا حول الله. طيب والله شلون تتواصلون وياهم؟ نعم. لعاد شلون تتواصلون وياهم؟ والله عمي لا نتواصل وياهم ولا هاي لهم. آه. الله خير من عندنا. طيب تعرفون مكانهم وين؟ نطوكم نجدع عن مكانهم بدون ما تذكرين وين المكان ولا تذكرين اسماء. اي اي نعم ما نذكر لا اسماءهم ولا هاي. آه. ندرب مكانهم هاي بس
احنا نشوف يعني هاي الحكومه ليش وقت ظهري كان ظالمه. محمد الحلبوس انتخب ناقنا نفتخر به ورؤيه على راسنا ما سوينا شيء. انا ناشد محمد الحلبوس ناشد مصطفى الكاظمي نعم بس هاي الدوله ما صار لها صوره حل ما يسوون شيء. يعني انت اذا تناشدين احد يعني ناس الناس مو الناس يعني ذولا مو يم الناس مو يم معاناه الناس ذولا ذولا صاروا مناصب قاموا الشغله الوحيده يعني اسف جدا الشغله الوحيده اللي سووها بانه يتزوجون من اعلاميات هذا اللي دا يصير فقط يعني اما انت من الـ من الـ من الفلوجه ما لهم علاقه مع العلم بانه هم ذول الناس اللي صعدوكم وصرتوا رئيس برلمان وغيرها على اي حال. شكرا اخت انتظار من الفلوجه انا اشكر شكرا جزيلا. ويانا زينب من الرضوانيه. اخت زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا تفضلي اختي العزيزه تفضلي يا ابو. والله انا اخويا شيخ جامع نعم. اخذوه استفسار هسه الرجع استفسار نعم اي وتوفى بالمعتقل. استفسار ايش قد بقى بالمعتقل؟ 30 يوم. 30 يوم وتوفى؟ اي أيوة والله انواع التعذيب لو تشوف استاذ انواع التعذيب مسوين بي. زين سلموكم الجثه؟ اي نعم اي استلمناها بس يعني بعد معاناه 6 ايام 4 ايام نروح ونرجع نروح ونرجع يوم سلمونا اياها. زين من كشف من رحتوا غسلتوه كشفتوا عن الجثه بيها تعذيب لو ما بيها تعذيب؟ لا والله استاذ انواع التعذيب واكو صور ان شاء الله ننزلكم اياها. ها اكو صور ان شاء الله ننزلكم اياها التعذيب تشوفون شلون التعذيب ان شاء الله. عينا مطلعينها اي نعم عينا ورجله مسوينها وحده طويله وحده صغيرونه. شنو قالوا التهمه مالته؟ شنو التهمه مالته اللي جو ياخذوه؟ ماكو تهمه استفسار لحظتهم الوالده يابا شو تريدون منه. هو اصلا يعني هو ما يطلع هو طبيعته ما يطلع من البيت للجامع من البيت للجامع. اي نعم اي هسه هي استفسار هسه رجع استفسار زين وهاي الابراج حاطين له تهمه ما ادري يخطب ما ادري شنو وهاي الابراج ولحقوه شيوخ العشيره نعم ومن المنطقه شقد لحقوه وزكوه استفسار احنا نرجعه احنا نرجعه نعم. وبعدين طلع واحد منهم طبعا توفى بالمطار بعدين طلع واحد من المطار قال عم الله يعينه هنا يقولون جيبوه هذا خطيب الجامع علقوه 8 ساعات يا بي والله العظيم لا حول الله. أنا أشكرك شكرا زينة أي نعم تفضلي كمل طبعا همي أنا معتقل هم توفى توفى بالمعتقل هم طلعوا ورا 4 سنوات عايدين علي تحقيق ما أدري شنو جيران وهمي أنا بالرضوان سبحان الله وهم جابوا توفي وهم أنواع التعذيب لا حول الله والله العظيم يعني بشكل استاذ وعنده معتقل صار 9 سنوات من 2012 من 2012 ولا انا عرفته امتى شنهي ويعني مع هاي المواجهات الله المستعان وهسه انا بالناصري يعني حول لهم الفلوس الفلوس متوصل لا حول الله. انا اشكرك اختي زينب من الرضوانيه اشكرك شكرا جزيلا ويانا ام احمد من الموصل اختي ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام اختي تفضلي عليكم السلام لبيت اخويا بلا زحمه عندي شكوى نفس قبل الاخت والاخ نعم انا ابني معتقل بسجن الحوت بس لا تذكرين اسمه ايه؟ حفاظا علي وعلي لا 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 اعرف يا اخويا انا على طول اخابركم سجن الحوت تهمته حكمونه 15 سنه ظلم بسبب المخبر السري صاحب ولدين وعنده زوجته ويداوم منسب بالصحه مال التلقيحات نعم. من الرعايه يداوم على الصحه نعم. بسبب المخبر السري على مطمعانين بسيارة عنده تاكسي يشتغل بيه على باب الله طيب جو أخذوا السيارة على مود السيارة منين اعتقلوا من البيت؟ من البيت من اعتقلوا؟ من شقته من الموصل من الشرقة الله وكيل قاعد بالليل نعم. وجو عليه أخذوا المخبر السري يأشر على سويتش السيارة يقولوا للضابط بإيده يأشر على السويتش مال السيارة نعم انت مخذ السياره وعفوا ابني ليش اخذتم ابني والسياره السياره والله جديده بالنا لهم بعد ما بيها رقم صحيح وباخذوه اصب ودوه على سجن قياره نعم. سجن قياره شبع تعذيب يقول ساعه 12 بالليل بالسنتين يعلقونه بالكريم بالتعذيبات
هاي نص الليل يعذبوهم والله يقول موتونا هلكونا يقول خلونا اجباري تقدرين تشوفي تقدرين تشوفي والله سن... والله شفتوه قبل سنتين وتسعة اشهر بعد ما شفتي يعني حكالي سنتين تسعة اشهر ما يخلوني رحت بشهر التاسع على البطحة نعم وديت الدواء والفلوس وما خلوني اشوفه اخذوا مني الفلوس والدواء قال لي انتظري رساله من الموبايل وانا شو انا اشتو رساله اجني والفلوس يبعث لي خبر مع جماعه يقول ما اتصلنا الفلوس اي نعم يعني ظلم ظلم يعني تنهلكوهم من الجوع يعني اخر مره من رحت بشهر التاسع النسوان طلعوا يبكون اي نعم وولادهم شفناهم وحده تقول ابني بتدرن اللخد تقول بي سكري اللخد يعني اثنان واقعين يعني كل هلكة وهاي الزيارة يعني شفتها شهر التاسع والله يبكون النسوان وهم واقفين اللي يسجدون الاستمارة من نفوت على التفتيش وهاي الشغلات بالبطحة النرجيلة بيديهم واقفين هم هذولا ويعاملونا يعني بأسلوب خشن نعم. وأني لما رحت قبل سنتين وتسعة أشهر تعرف إيش قالوا لي أني والنسوان طلعنا آخر وجبة بالليل واجهت ابني نعم. على 20 دقيقة يخلونا والله ثلث ساعة أو نص ساعة صحيح. يخلونا نشوفه نعم. وبيناتنا سياج اثنين عم نشوف ابننا طلعنا بالليل يقولوا نركضوا حش السامع لا نسيب الشلاب نسيبهم من بور يلا ركضوا على سياراتكم هيك يقولونا ويعاملونا يعني اسلوب ابد ما خوش يعني انتقام انتقام ظلم ظلم ابني والله ظلم ما عنده كل شيء والله موظف يروح يجي على التلقيحات الظالم الي الله وكيل الله يسلمك ايه ان شاء الله يفرج الله عنكم المخبر. يا رب ان شاء الله, الله يفرج عنكم ويفرج عن كل المعتقلين من قناتكم الشريفة ايه والله ترشع لنا حل انا ابعث الفلوس وما اتصل وما اعرف ابني طيب الا ميت ما اعرف كل شيء يعني والله وولاده عندي زوجته عند اهله يعني كل من بديره يعني هجموا نعم. بيته اخذوا سيارته بقياره وقعوه بصموه على اشياء ما يعرفها نعم نعم يقول من التعذيب احنا من التعذيب اعترف فيه هاي اغلب المعتقلين الموجودين خلينا ناخذ رسائل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اخي هل يمكن وصلي بالمدير العام للقناة أو مسؤول يمكنه التجاوب معي أرجو منك ذلك أريد إرسال رسالة هامة له والله أعتقد الإدارة هسه يمكن دت يعني دت تسمعنا وما أعرف يعني تبقى هاي الشغلة يم الإدارة الرقم موجود ويانا أبو حاتم من الموصل السلام عليكم تحية طيبة للجميع أستاذ محمد العراق بلد غني وقوي بكل مقدراته وكان سر قوت العراق بالمؤسسة العسكرية وجيشه القوي الجيش يعتبر العمود الفقري للعراق انكسر هذا العمود القوي على يد الاحتلال وأذنابهم جرثومة الخضراء والعملية السياسية المشبوه بكل الفساد بكافة أنواعه العراق يمرض ويتعافى طال الوقت أم قصر الشعب العراقي كفيل بالتغيير يمهل ولا يهمل الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل والتغيير قادم لا محالة لأن العراق بدون إدارة وحكومة وقضاء نزيه يحمي العراق وشعبه والسلام عليكم ورحمة الله أشكرك يتبع كل الشعب العراقي يعتبر معتقل بالقرى بالمدن والدليل كثرة الهجرة صحيح الناس اللي تهاجر الآن على الحدود هسه البيلاروسية البولندية من ضمنهم عراقيين هواية كثر يعني كل هواية أكو موجودين عراقيين حتى أكو واحد عمره 37 سنة ما قالوا منو هذا أخذوا القوات البيلاروس القوات البولندية أعتقد أخذتها وعذبتها ويانا أبو أيسر من أبو أيسر من تركيا أبو أيسر السلام عليكم أهلا وسهلا أستاذ أهلا بك يا مرحبا تفضل أبو أيسر أخي بالنسبة لوفاة المعتقلين يعني العراقيين نعم إيه العراقيين طبعا إيه نعم نعم إيه نعم وفاة المعتقلين العراقيين داخل السجون الحكومية طبعا طبعا استاذ السجون هي كلها تحكمها الميليشيات خاصه نعم. بجر الصخر نعم فهي كل من اثر التعذيب والاضطهاد وعدم وصول الادويه لهم نعم طب يموتون بالسجون يعني ما حد بحالهم نعم وخاصه المعتقلين السنه يعني نعم. هاي حقيقه يعني هاي اللي من المحافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين نعم كنا تديرها النفوذ الإيرانية نعم
أبو أيسر، يعني الله يبعد عنكم الشر، عندكم أحد كان معتقل أو لا؟ إحنا ما عندنا الحمد لله والشكر. أي نعم. ولا مشاركين لا بعملية سياسية ولا. نعم نعم. بس هاي الأمور كلها تديرها إيران يعني وأمريكا. نعم. هاي حقيقة يعني. أنت تشوف خلط الأوهاق بالمنطقة العربية كلها يعني مو بس بالعراق. نعم. بس العراق هو كان لولدة الأمة العربية. فالتعامل عليه كبير. نعم. يعني كل الأحداث اللي تصير في الدول العربية هي وراها أمريكا وإيران فقط. نعم. يعني كلها شوف أنت أبطل شيء الملف النووي الإيراني. نعم. يعني الملف النووي الإيراني اللي يغازلون به كل الدول العربية إنه على أساس بعد شهر بعد شهرين بعد أسبوع راح تنتج إيران قنبلة نووية، حتى يخادعون الأمة العربية كلها حتى توصل بأثر هذا التهديد الإيراني. نعم. توصل للتطبيع الإسرائيلي. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا، شكرا جزيلا. ويانا محمد من بغداد. محمد سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أغاتي، تفضل يا أبو. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا على الرأس. أهلا وسهلا محمد. الله يسلمك. أنا بس مقهور من شغلة. ها؟ أنا مقهور من شغلة واحدة. أي تفضل. يعني بلد راح زراعة لا صناعة. أي. لا كهرباء. طيب. لا تربية لا صحة. يعني بس أنت بتهم يعني احنا وين نروح وين نتوجهنا؟ ألو. أي محمد وياك دا سمعك. يعني لا صناعة لا زراعة يعني لا تطور. الإمارات البارحة صارت ورانا. محمد يعني حضرتك حضرتك ايش تشتغل الله يخليك؟ والله انا رجال يعني كاسب. انا رجال كاسب. ها محمد تسمعني؟ يمكن انقطع الاتصال يا محمد. على اي حال، في شهر التاسع وبشهر العاشر توفوا 9 معتقلين داخل السجن. طبعا فسروها الناس ورا ما سلموا الجثث، قالوا من جراء التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي. ليش؟ لأنه هسه حاليا عشرات المعتقلين يموتون بمرض السل الرئوي. مثلا عندنا على سبيل المثال للحصر المعتقل قيس محمود حمد ظاهر الآلوسي، هذا من أهالي الأنبار، كان موجود في سجن الناصرية المركزي وهو أحد منتسبي القوات الخاصة في الجيش العراقي السابق. يعني يمكن كانت تهمته بأنه كان حرس القوات الخاصة، تم اعتقاله حسب ما تتناول الأخبار كانت التهمة تهمة كيدية فقط، لأنه كان قوات خاصة في زمن النظام السابق في الجيش العراقي السابق. إدارة السجن عندما اعتقلوه إدارة السجن عذبته بأنه قطعة الماء عنه، يعني مات عطشا، قطعة الماء عنه ما نطوه مي حتى يستمر بالحياة. طبعا اللي ينقطع عليه الماء تخيل بأنه يمكن حتى الله أعلم يمكن حتى غذاء ما ينطوه. والتهمة مالته كانت تهمة كيدية. طبعا إذا نقول تهمة كيدية يعني إما واحد كاتب عليه أو واحد رايح مبلغ عليه. أني أكو فد قصة أيضا من ضمن القصص اللي كنت فيها شاهد عيان. طبعا يعني أكو خلافات عائلية صارت بين الزوج والزوجة، الزوجة راح الزعلانة وبعدين كذا، فراح أخو الزوجة دا يتفاهم ويا نسيبة، فحكاية منا حكاية منا صارت، فيعني صار بيناتهم مضارب. قوم الزوج يعني اللي تم العركة بيناتهم خلنا نحكي بالعامية، راح اتهم هذا أخو زوجته بأنه هذا تابع إلى تنظيم القاعدة. من كانت القاعدة بوقتها؟ وبعدين عندما قعدوا للصلح وكذا راح سوى دعوة بأنه قال أنا اشتبهت وكذا بعد الصلح. طبعا فمسألة المخبر السري ومسألة التهم الكيدية طبيعية جدا بالعراق، يعني ما يخافون الله الناس اللي تروح وتتهم شخص طبعا صاحب عائلة وممكن يكون هو الوحيد المعيل للعائلة، لكن الناس كلها يعني أكو ناس ما تخاف الله نهائيا فتروح تتهم تهم كيدية. الـ أيضا الـ المعتقل قيس
مات من جراء التعذيب والإهمال الصحي. لكن أنا أريد أسأل هنا، عندما يموت شخص بالمعتقل غير المفروض يروح يودون الجثة إلى دائرة الطب العدلي وبعدين تتم عملية التشريح وبعدين يقولون بأنه سبب الوفاة هو 1-2-3؟ طيب خل نفترض جدلا هذا المعتقل يروحون يسووا له التشريح، ليش ما يتم معاقبة الناس المسؤولة عن السجن؟ لحد هاي اللحظة ماكو ولا واحد كان مسؤول بالسجن وتم محاكمته أو محاسبته على مسجون توفى داخل السجون. ويانا منو؟ سعد من الأنبار. أخذ سعد، السلام عليكم، تفضل أخ سعد. سعد من محافظة الأنبار، السلام، تفضل أخويا سعد. شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل أخي العزيز. تفضل أخ سعد، أسمعك. سعد تسمعني؟ سعد تسمعني سعد؟ على أي حال انقطع الاتصال ويانا رسالة أيضا يقول بس أريد أعرف شلون الواحد يخلص من 4 إرهاب، أشو الواحد يأخذونه من بيته وكافي خير شره ويحكموه 4 إرهاب وبالتعذيب يخلونه يعترف ويبصموه على اعترافات ما أنزل الله بها من سلطان. زين أسأل ليش بس السنة 4 إرهاب والسياسيين يقولون 90% أبرياء؟ زين بقوا 10% مجرمين، نطالب بالعفو الشامل لأن راح يطلعون 10% ويبقون يطلعون 10% ويبقون الأبرياء اللي هم 90%. بس أريد أعقب على مسألة العفو العام. تدرون شنو العفو العام؟ العفو العام هو غير مثلا واحد مرتكب فد مثلا جريمة مو إرهاب، مرتكب مثلا تزوير أو كذا، هذا من يجي العفو العام يشمله هذا هو أصلا مدان. لكنهم شي يقولون بالعفو العام؟ يقولون بأنه العفو العام يشمل اللي ما عنده أي جريمة. طيب إذا أنتم ما عنده أي جريمة ليش مخليه داخل المعتقل؟ يعني تدتمنون عليه بالعفو العام؟ هو ما عنده جريمة، فاعتيادي من الطبيعي أن يطلع بريء كل شيء ما عنده. لكن هم شي يقولون؟ يقولون العفو العام اللي ما مرتكب أي جرم، يعني هم يعترفون بأنفسهم القوات الأمنية الحكومية وحتى القضاء وحتى وزارة العدل يعترفون هم مدى يحسون هم مدى يعترفون، يعترفون بأنه هذا المحكوم أو هذا المعتقل ما عنده أي شيء، وبالتالي يتم إطلاق سراحة. ويانا منه أبو فهد، مين أبو فهد؟ تفضل أبو فهد، السلام عليكم. السلام عليكم أبو فهد، كنت معتقل حضرتك سابقا؟ أي والله. أي احشينا يعني أنا كنت. نعم أنت وياي؟ أي وياك دا سمعك عيني أخي العزيز. أنا كنت 8 شهور و19 يوم. طيب يعني لا بيها ولا عليها، أخذوني الأمريكان من سجن بغرب البوكة. نعم الله شاهد، لا يعني مجرد مخبر سري. نعم وراني لا عندي ذنب ولا عندي اي شيء، يعني الله شاهد كل ذنب ما عندي، وانما يعني مجرد كانت عندي اوبل. صحيح المعتقلين مكانهم نص متر مربع لكل واحد، يعني 4 كاشيات تقريبا صغيره. لا انا كنت معتقل بابو غريب بالخيم. بالخيم. نعم طيب. اي ودون البوكه. طيب المسؤولين عليكم ماشي. المسؤولين عليكم كانوا امريكان عراقيين. عراقيين هم. طيب يعني الذنب مالتي مجرد عندي اوبل اشتغل بها تاكسي، مجرد هذا الذنب. لانه عندك اوبل. اي والله اشتغل بها تاكسي مجرد هذا الذنب، هذا لا اكثر ولا اقل. ايش قد بقيت في المعتقل؟ قلت لي 8 شهور. 8 شهور بقيت في المعتقل. 8 شهور و19 يوم. وكل شيء ما عندي. كل شيء ما عندك. شفت عذاب وضيم وجوع. نعم. وحر وبرد، يعني مجرد عندي اوبل دا اشتغل بيها. صحيح. دا عيش عادي. نعم نعم. زين من وراء المخبر السري الله شاهد كل شيء ما عندي. زين ما واجهوك بالمخبر السري ابو فهد؟ ما حد. وين ومن يطيق؟ ماكو، هي ماكو مواجهة بالمخبر السري. هي هنا المشكلة بأنه المخبر السري يعني يظل مبهم، يقول لك يا بواجهونا بالمخبر السري حتى نفتهم، حتى يقول لك لا احنا نخاف عليه.
استاذ الطائمه الكبرى، ماكو الطائمه الكبرى؟ نعم. من طلعت عرفت المخبر السري. اه عرفته. بس ما اقدر احكيه. اي طبعا مت... طبعا. زين خاف هم يرجعني. طبعا يرجعك اي صحيح. اي والله. مو صحيح؟ والله. يرحم الله والديكم واشكركم. يا اهلا وسهلا، شرفنا بك ابو فهد وشرفنا بكل المتصلين. ايضا وفاه معتقل اسمه حسام احمد فليح الجميلي من اهالي بغداد الشعبه الخامسه في سجن الكاظميه، كان معتقل توفى الله يرحمه لانه انصاب بمرض التدر. انا ما افتهم يعني كل العراق عنده سكر وانجرح ومات بمرض التدرن، يعني كل الناس عندها مرض التدرن، لانه من تجينا بالاخبار اما سل الرئوي او مرض التدرن، هذا معناها بانه المعتقلين يعيشون حياه سيئه جدا داخل المعتقلات. أنا بس أريد أوجه رسالة إلى وزارة الداخلية، السجون جهة تنفيذ الحكم وليس جهة لمعاقبة المحكوم. يعني أنا من أروح لا سامح الله طبعا يعني على الكل الله إن شاء الله يشفيكم الشر، يعني من أروح إلى تحقيق أتعرض إلى تعذيب، من أجي أنحكم وأروح للسجن بعد المحاكمة أيضا أتعرض إلى تعذيب، لكن بالقانون العراقي السجن هو جهة تنفيذ الأحكام، ما لا يعني ما لحق أي واحد ضابط غير ضابط أن يحقق وياه وأن يعذبه، هو بس مجرد ينفذ الحكم الصادر بهذا الشخص أو ذاك. ويانا منه أبو عمر من الفلوجة. أبو عمر السلام. أم عمر من الفلوجة. أم عمر تفضلي يا أبي. تفضلي أختي أم عمر. يا مرحبا تفضلي يا أبي. نعم ألو. اتفضلي ام عمر اسمعك. والله ميتين من الجوع، ميتين من الجوع، يعني حالتهم والله اتمنى اتمنى لو تسدون التليفون وتخابروها حتى ما نكلفها يابا، حتى ما نكلف الناس. طيب عندنا باسل من بغداد. باسل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا، أهلا وسهلا بك تفضل. أستاذ الحقيقة في جميع دول العالم نعم. عندما يأتي من يخبر القاضي بحدوث جريمة نعم. لأحد الأشخاص تطلب القاضي أن يأتي المخبر بدليل ملموس. طيب. إلا في العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي ودخول إيران على الخط نعم. القاضي يأخذ بكلام المخبر السري طيب. باقتراف جريمة من قبل أحد الأشخاص دون دليل ملموس، يعني إذن القضاء هو العراقي المسيس صار له 18 سنة. نعم. يعني هاي حقيقة، وأنا أشكرك جدا وأشكر قناة. أنا أشكرك شكرا جزيلا أخويا باسل من بغداد، شكرا جزيلا. وعلى أي حال يعني مثل ما قلنا بأنه السجن هو تنفيذ الأحكام، لكن كل المعتقلين يموتون بمرض التدرن وكلهم عندهم سر رئوي. وحتى اللي مات اللي توفى الله يرحمه اللي هو حسام أحمد فليح الجميلي يبدو بأنه حتى عنده نقص بالتغذية، يعني مات من الجوع مثل ما ذكر أو ذكرت خواتنا اللي طلعت قبل شوية أختنا. سوء المعاملة طبعا موجود، وأيضا موجود أيضا التعذيب. المعتقلين في سجن التاجي ناشدوا المجتمع الدولي، طبعا المجتمع الدولي اللي هي تمثل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت طبعا ما لها أي داعي موجود بالعراق، الشعب العراقي كل شيء مستفاد من المجتمع الدولي، المعتقلين يريدون لهم حتى لو أي شيء يتمسكون به حتى يخلصون من هذا العذاب، فناشدوا المجتمع الدولي حتى ينقذهم من تسلط إدارة السجون الموجودة حاليا في العراق، وأيضا ينقذهم من الانتهاكات اللي ترتكبها الأجهزة الأمنية والموظفين داخل السجون الحكومية. إدارة السجن مو فقط تعذب لكن أيضا تقوم بسرقة عائدية المعتقلين، يعني مثلا على سبيل المثال أنت دخلت للمعتقل لازم كل شيء ما يظل بجيبك، فلوس، تليفون، مقتنياتك أنت مثلا، هاي كلها تصادر تروح إلى جيب الناس الموجودة اللي تشتغل داخل السجون. مرة سمعت لكن ما متأكد من الرقم، في الاعتقال
لو باليوم كل واحد إلى 8 دولارات الغذاء، يعني خصصي له إما باليوم 8 دولارات أو بالوجبة 8 دولارات، خلي ناخذ على المستوى الأضعف، خلي نقول بأنه كل معتقل إلى 8 دولارات باليوم حتى يجيبوا له أكل، شي يسوون الناس الموجودة بالمعتقلات؟ فلان سين من الناس اعتقلوه، خلوه بالمعتقل لا محاكمة ولا كذا، مثل ما تفضلت أختنا قبل شوية وقالت بأنه أخونا اللي اتصل بينا والله ضيعت اسمه بصراحة، يقول بأنه أني أخذوني لأن عندي سيارة أوبل، فاعتقلوه 8 أشهر و 19 يوم. ليش اعتقلوه بدون محاكمة؟ لأنه كل معتقل، أبو فهد، كل معتقل إلى باليوم 8 دولارات وجبات طعام ثلاثة اللي هي ريوق وغدا وعشاء، من أني أحجز مثلا يمي فد ألف واحد، ألف في كل واحد 8 دولارات، هاي باليوم أنا عندي 8000 دولار، قول بالزايد يصرفون على كل معتقل 3 دولارات باليوم، أنا عندي 5000 دولار باليوم يجيني وارد. ولذلك الناس شو تسوي؟ المعتقل الأجهزة الأمنية اللي تعتقل الناس تبقيهم لأنه دا يجيهم وارد باليوم 5000 دولار، يعني هم 5 دولارات في 1000 واحد 5000 دولار باليوم، يعني 50 ورقة. ولذلك يشوف الناس، أغلب الناس عندهم تغييب قسري وبدون محاكمة ويظلون داخل المعتقلات والسجون. بس عندي هاي الرسالة أقراها على السريع حتى أختم، الوقت داهمنا. السلام عليكم، بعد التحية، المخبر السري تسمية مكروهة، وظيفة عديمة الذمة والضمير الإنساني وبلا مخافة الله. لقد كرهنا العراق بسبب الأحزاب التي سفكت الدماء واعتقلت وعذبت الشباب وكبار السن في السجون. كان العراق أكثر أمانا في السبعينات قبل مجيء الأحزاب، لا يوجد فيه مخبر سري إلا الشرطة التي تقب بالزي على أي حال. شكرا جزيلا أخي العزيز اللي بعثنا الرسالة. مشاهدين الكرام، أشكر جميع المتصلين وأشكر المشاهدين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.